وللحديث أكثر يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد همام عادل بصيبع وكيل النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة. السيد بصيبع، بداية نرحب بك، وهل لك أن تشرح لنا أن النيابة العامة بلا شك تولي اهتمام كبير للبيئة والحياة الفطرية، وكان آخرها عملية إعادة إطلاق الدلافين في بيئتها البحرية حفاظا عليها من الانقراض. في إطار اهتمام وحرص سعادة النائب العام الدكتور علي بن فاضل البوعينين على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في الدعاوى الجنائية على النحو الذي يصادف صحيح القانون ويتوافق مع التزامات مملكة البحرين الإقليمية والدولية، وعليه تم تنفيذ الحكم الجنائي الأول من نوعه بإعادة إطلاق الدلافين في بيئتها الطبيعية، والذي تم تنفيذه بتضافر الجهود المشتركة بين النيابة العامة وقيادة حفر السواحل والمجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الصندوق الدولي للعناية بالحيوان، حيث تم إحالة المتهمين للمحاكم الجنائية وصدور الحكم النهائي والباط في الدعوة بإدانة المتهمين بصيد الدلافين المحظور صيدها ومصادرة القارب المستخدم في الصيد، وكما نص الحكم بإعادة الدلافين لبيئتها الطبيعية في البحر حفاظا عليها من الانقراض. ويأتي تنفيذ هذا الحكم انطلاقا من اهتمام مملكة البحرين بالبيئة والحياة الفطرية، حيث أنها أصدرت العديد من التشريعات والقوانين المتطورة التي تواكب أحدث التشريعات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية. السيد همام عادل بصيبع وكيل النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة، شكرا جزيلا لك.